وسط الجماهير. لا وتيجي بعد معاناه لانك بص اللي هيقول لك اي حد من جماهير الاهلي النهارده ما كانش خايف الكابتن. لا كله خايف. انا بقول لك اهو كابتن اكرامي قاعد قدام اهو وكابتن مصر والنادي الاهلي ما كنتش خايف؟ لا ايوه انا سنة قلتها الحلقه اللي فاتت قلت معلش انت تقول وهنرجع بالكاس يا حبيبي ماشي انت تقول انما الواقع في اول نص ساعه وهم كمان بعد ما جابوا الجون يخوف. هم ما عملوش حاجه غير الجون اللي جابوه وكره ثابته وجاب وانت ما عملتش حاجه خالص. لا ازاي بقى ازاي النايب يلا ما انا بقول لك بص احنا هنتكلم كوره يا كابتن بس لا ده ما كانش فيه كوره فنيات خالص يا كابتن. سيبك من الفنيات هو محمد ابو سيله من النهارده النهارده يعني محمد ابو سيله النهارده كوره في الملعب ما تقوليش ايه محمد ابو سيله يعني الرجوله والجدعانه والاصرار وال ما فيش كوره فيه ما هي دي سمه لعيبه النادي الاهلي طول عمرها يا حبيبي ماشي ما هو ما احنا بنقول ايه بس انت بتقول لي لا النهارده لا احنا لا هم هم كانوا هنا في الماتش هنا احسن من هناك بكتير. احنا مش عايزين نتكلم على فنيات دلوقتي. لا ما انا بكلم ايه كابتن انت النهارده اللي كسبك الروح بتاعت اللعيبه طبعا. وانا عايز اسال سؤال بس هي الروح دي احنا اكتسبناها ولا موجوده عندنا؟ لا موجوده طبعا في النادي الاهلي على طول على طول موجوده الروح دي والكابتن رضا يعني بس انت كنت خايف انه وياما انما تقول لي مش خايف يبقى لا انا بقول لك على نفسي هو يعني بصراحه الجون دخل وقع تحت الترابيزه. لا مين اللي وقع تحت الترابيزه؟ ما تتكلم عادل يا رضا تتكلم عادل. احنا النهارده عايزين نفرح يا كابتن. ايوه تتكلم عادل يا كابتن. ايه وقع تحت الترابيزه النهارده؟ انا شفتك لا انا عايز اسالك سؤال هو احنا في موقف تهريج دلوقتي؟ احنا في موقف فرحه. طب ماشي ما احنا بنقول اهو لعبنا. هو انا بقول لك انت خايف. لعبنا وحش. بتقول لي لا مش خايف. لعبنا وحش، لعيبتنا وحش، مدربنا وحش، لكن خدنا الكاس. كابتن اكرامي عايزين نفرح يا كابتن اكرامي. ايوه انا فرحان. بعد اذنك يا كابتن اكرامي انت فرحان؟ طبعا. طب فين ده مش باين عليك؟ ازاي بقى؟ يعني امرس؟ ما تقومش ترقص ليه؟ الاهلي فاز النهارده بكاس افريقيا. ما انت ياما رقصت على فكره. اول رقصه في افريقيا كانت رقصتك ليا انا. طب ايه بقى مالك بقى يا كابتن اكرامي؟ بس خلاص كنا صغيرين. لا معلش كبرنا بقى. اول رقصه ليك كانت يا كابتن اكرامي في 82 صح؟ كانت 82 رقصت انت وكابتن مصطفى يونس. كل اللعيبه رقصت. كله كان بيرقص. بص هي روح النادي الاهلي كابتن رضا يعلمها جيده. النهارده ما كانش فيه كوره، كان فيه عزيمه، كان فيه رجوله. الشوط الاولاني الاهلي كان بره خالص. ماشي. كان بره خالص. لما اللعيبه هديت وقفت على رجليها. لا يا مهيب ما هو رجع للمباراه باللعيبه اللي غيرها. ايوه. ملك المباراه. بالظبط كده. ده اللي كنا بنقوله من الماتش اللي فات يا مهيب. تمام. طيب. بس انت هقول لك على حاجه، هو لولا التغييرات بتاعت قفشه والسوليه ومحمد شريف انت كنت هتروح للجون؟ ما كنتش هتروح للجون ولا تستحوذ ولا تضغط. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. انفعال الكابتن اكرامي على رضا عبد العال. رضا عبد العال راجل كوميدي، راجل بيحب الهزار، راجل بيديك حته كده على طرف المعلقه. لكن الكابتن اكرامي معروف عنه جديته وصرامته رغم فوز النادي الاهلي وكلام في الكوره. فعلا الاهلي بمن حضر الاهلي روح الفرنه الحمراء. وفعلا زي ما قال الكابتن رضا عبد العال الاهلي محمد ابو سويلم. والكلمه ما عجبتش الكابتن اكرامي. الكابتن اكرامي رغم ان هو فرحان ما بيفوتش كلمه كده الا لما يعرف مصدرها من اين انت تقصد ايه وبتقول ايه وعاوز ايه من وراء كلامك دوت. لكن النهاردة الاهلي فعلا في مباراة النهائيات تكسب ولا تلعب. مباراة بكل ما تحمل كلمة من معنى، هي بتقول ان تيشيرت النادي الاهلي هو العامل الاساسي في قوة ودفعة اللعيبة. وقلنا قبل كده مرارا وتكرارا بص على النجوم اللي على التيشيرت هتلاقي 10 نجوم، دول كافيين لوحدهم ان يشيلوا اي ضغط، ان يشيلوا اي ضغط جماهيري. استاد رعب مركب محمد الخامس، وداد الأمة، كازابلانكا، المغرب، الرجاء البيضاوي، كل ده بيشال. لما بس بتبص على تيشيرت النادي الأهلي يبقى تيشيرت النادي الأهلي، مش أي حد يلبس تيشيرت النادي الأهلي. والأهلي النهارده كل يا كابتن إكرامي لازم تفرح النهارده. وفي استثنائيات في حوارك مع الكابتن رضا عبد العال، ورضا عبد العال دايما بيفاجئنا بكلامه الغير تقليدي، بكلامه اللي هو بيحب يحط كده التاتش بتاعه ويحط حته كده على طرف المعلقه. والف مبروك فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي فوز مستحق للنادي الاهلي.
والتاريخ بيقول كده، والنادي الاهلي بيعرف يلعب شمال افريقيا كويس قوي، ولو لاحظت ان هو لاعب الرجاء لاعب الترجي ويخلص الكلام وخلصنا بشياكه في وداد الامه وداد كازابلانكا، واصبحت مركب محمد الخامس هو استاد القاهره بالنسبه للنادي الاهلي، اكنك عادي كده بتلعب في استاد القاهره، يعني ممكن مركب محمد الخامس يبقى برج العرب او استاد القاهره او مركب محمد الخامس. الاهلي يلعب في اي حته، الاهلي بابا الشغلانه، الاهلي بابا المجال، الاهلي حصان كسبان، الاهلي عمهم محابس دمهم، الاهلي يفوز بالنجم ال 11 على وداد الامه في قلب كازابلانكا. تحياتي للكابتن رضا، تحياتي للكابتن اكرامي في استضافه الاعلامي الشاطر ومع تحياتي حبيبي خالد.